السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي وأحبائي من جديد في قناة عالم المرأة العربية للوصفات الطبيعية. أتمنى أن يكون الجميع بخير وفي أحسن الأحوال. إذا أحبائي من جديد، وفي فيديو اليوم إن شاء الله سأشارك معكم وصفة رائعة جدا، هي من وصفات الأجداد المجربة الفعالة والناجحة لعلاج مشكلة رائحة الفم الكريهة، وكذلك مشكلة نزيف اللثة. ليس هذا وفقط، فهي وصفة تساهم بشكل كبير جدا في إزالة الجير وحماية الأسنان من التسوس فقط بمكونات طبيعية 100%. إذا وقبل أن نتعرف على الوصفة، أدعوكم بداية للاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، ولا تنسوا تفعيل الجرس إذا أعجبكم موضوع الفيديو. طبعا أتمنى ألا تبخلوا علي بدعمكم، لايك للفيديو ومشاركة الوصفة لتعم الفائدة. إذا أخواتي على بركة الله، أول شيء في هذه الوصفة سنأخذ كسرونة أو إناء. أما بالنسبة إلى المكونات، فسنحتاج كأول مكون إلى قشور الرمان. هذا المكون رائع جدا لكل مشاكل الأسنان واللثة عموما. فبالنسبة إلى قشور الرمان، هي متوفرة عند العطارين أو بائعي الأعشاب، ولكن كما سبق وأن ذكرت لكم في فيديو سابق، يفضل لو تحتفظوا بها بأنفسكم، لأن قشور الرمان التي تباع عند العطارين من المحتمل جدا أنها تكون قديمة، بالتالي كلما كانت قديمة فائدتها تقل، وأكيد يكون فيها كمية هائلة من الغبار والبكتيريا. طيب بالنسبة إلى الكمية، هنا سنأخذ مقدار ملعقة تقريبا، لاحظوا الكمية هكذا، هذا القدر يكفي في هذه الوصفة. سأضيف هذه فقط. بالنسبة إلى ثاني مكون في الوصفة، هو مكون كذلك معروف جدا بفعاليته في مشاكل الأسنان، وهو القرنفل أو ما يعرف في بعض الدول العربية بالمسمار. هذا المكون دوره في الوصفة أنه يعمل على إزالة رائحة الفم الكريهة، يعالج اللثة من النزيف، وكذلك يمتص الدم عفوا الذي يكون مترصب بين اللثة وبين الأسنان، ويحارب كذلك ويقتل البكتيريا الشريرة التي تكون في جوانب الأسنان. فبالنسبة إلى الكمية، سنقوم بإضافة ملعقة كبيرة من القرنفل، واضح؟ أما بالنسبة إلى المكون الثالث والذي أعول عليه بشدة، والذي أراه بأنه سر وحل لكل مشاكل الأسنان، سنحتاج إلى ما يسمى بالسواك المغربي أو السواك البلدي. هنا لا أقصد السواك الذي يكون على شكل عود ويستعمل في تنظيف الأسنان، لا، هنا هذا السواك هو يستخرج من شجرة أو من لحاف شجرة الجوز، والله أعلم، أتمنى أن تكون المعلومة صحيحة. فهذا السواك يعني تكون لديه رائحة طيبة شبيهة جدا برائحة القرنفل، ويستعمل كذلك للبشرة، يستعمل للشعر كصباغة طبيعية، يعني لديه فوائد عظيمة ورائعة جدا، خاصة بالنسبة للأسنان ومشاكل اللثة. فأول شيء سنأخذ قطعة تكون بهذا القدر هكذا، يعني هي شبيهة نوعا ما ب يعني أغصان شجرة الفانيلا، واضح؟ فنقوم بإضافة هذا الغصن، وأخيرا سنقوم بإضافة كمية من الماء. الماء يعني يبقى يعني لكم فيه واسع النظر. نستعمل هنا تقريبا كوبين مملوءان جيدا من الماء، يكون دافئ نوعا ما بهذا القدر. ونحاول أول شيء أن نقوم بالتحريك قليلا، فسيتغير اللون بطبيعة الحال. لكن تبقى لنا مكون أخير، هذا المكون هو ما يعرف بالشب أو حجرة الشبة. فأول شيء نقوم بوضع هذه الكسرونة على نار هادئة جدا، ونغطيها طبعا حتى لا نفقد زيوت الطيارة، وفي آخر المطاف سنقوم بإضافة حجرة صغيرة جدا من الشب أو حجرة الشبة بهذا القدر، واضح؟ يعني تقريبا رأس ملعقة صغيرة، نقوم بإضافتها بهذا الشكل، ونترك الخليط يغلي قليلا إلى غاية ما يتغير اللون، ونأتي مباشرة إلى طريقة الاستعمال.
إذن أخواتي، أخيرا إلى حد هنا بإمكانكم أن تشاهدوا النتيجة النهائية لهذه الوصفة. فيتشكل لدينا محلول لونه أصفر يميل إلى الإخضرار. فأول شيء نقوم بتصفية هذه الوصفة من الشوائب ونحتفظ فقط بالمحلول. طيب، بالنسبة إلى طريقة الاستعمال، نأخذ فنجان أو كوب يكون حجمه متوسط من هذا المحلول ويكون دافئ أكيد، ونقوم بالمضمضة تقريبا لمدة 3 إلى 5 دقائق متواصلة، ولا يبلع هذا المحلول، إنما يلقى خارج الفم. فهذه العمليات تكرر من 2 إلى 3 مرات في اليوم. وكنصيحة أخيرة، داوموا على هذه الوصفة وعودوا لي بالخبر والنتيجة. إذن أحبائي، إلى حد هنا كما أقول لكم دائما، إذا كان لديكم أي استفسار أو تساؤل بخصوص الوصفة فلا تترددوا في كتابة تعليقاتكم واستفساراتكم، فسأرد على الجميع بإذن الله. أما إلى هنا فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.